ازيك يا سوزان، عامله ايه؟ ازيك يا حسام؟ كله عامل تمام؟ ايه؟ قولي تمام. لنا بقى انت بتعملي ايه غير بقى الحاجات كلها اللي انا قلتها دي؟ اوكي هقولك. انا عامه بحب الحاجات التكنيكال قوي، ف لقيت حاجه خلتني very interested ان انا افهم ايه دي eyelash extensions. eyelash extensions، extensions بتاعت رموش بالظبط دي، حاجه جديده دي. بالظبط، هي جديده هنا في الميدل ايست او جديده عندنا في العالم العربي، بس هي بره ناس كتير جدا تستخدمها بقالهم كتير. احنا زي ما انت عارف بنشوف الهوليوود ستارز مثلا شكلهم حلو قوي، يا فيري ناتشرال، شكلهم طبيعي جدا اكنهم مش حاطين رموش، مش حاطين ميك اب. ده ليه بقى؟ لانه بيستخدموا حاجات زي كده، اللاش اكستنشنز بتدي منظر طبيعي جدا بس بتغير شكل. يعني انت يا سوزي النهارده بتبقى الرمش عادي بتحطي عليها اكستنشنز زي بالظبط الشعر بالظبط. بالظبط، احنا بنحط one lash او في كذا فوليوم، في 1D 2D 3D، دول بيختلف على قد ايه انت عايز الكثافه تبقى شكلها ايه. بس بيتلزق كل رمش على رمش واحد بعيد 1 مليمتر عن الروت، اوكي، فهي حاجه عن تكنيكال. الجدر اللي تحت. بالظبط، فهي حاجه تكنيكال قوي، بتحتاج practice كتير جدا، وبتحتاج experience، وبتحتاج courses او كورسات يعني مخصصه. حلو قوي، وانتي واخده الكورس ده طبعا وعارفاه. بالظبط.